ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الباشا، احنا اتفقنا ان انت عربيتك فيها شرخ وعايز تحط لها الدواء دلوقتي. يا رب تكون الصورة واضحة. انور الفلاش بس. ايوه بص يا باشا، دي اسمها كاوتشة ماء تحت اهي. دي كده اسمها كاوتشة ماء تحت، راكبة في الراتير من هنا اهي. ودي اسمها كاوتشة ماء فوق او علوي اهي، راكبة هنا اهي. ماشي. حضرتك بقى تحل ده من هنا ومن هنا وتشيله، بس تدور العربية تسخن تدفى زي كده 5 دقايق وتشيله. وبعد كده تروح جاي خالع من تحت من هنا، ماسكها في ايدك بالشكل ده كده، ومن فوق فاضية بقى، دي مخلوعة خالص. تخلع دي من تحت، تمسكها في ايدك وتدور العربية دقيقة بالظبط، وهي في ايدك الكاوتشة دقيقة كده بالظبط. وبعد كده تروح راجج الازازة ومفضيها في المكان ده كده. مسك كده يا احمد، فنعتبر ان انا ماسك الكاوتشة دي من هنا، رافع بوزها كده، اروح مفضي فيها ازازة الدواء بعد ما ارجها، واروح ماسك الجزء ده اللي في ايدي ده، اروح مقفله فوق هنا ورابطه. دي ملغية، الزور ده هيتقفل فوق هنا، هيبقى مراكب تحت هنا وفوق هنا. هي نفس الكاوتشة دي، تلف تركب فوق هنا، يتربط. تسيب العربية دايرة 5 دقايق او لحد ما الحرارة ترفع النص. ضرب بقى 5 دقايق 10 دقايق زي ما تدور. اول ما الحرارة ترفع النص تروح مبطل العربية وتسيبها مقفولة، الدايرة دي مقفولة دي في دي، تسيب الدايرة دي مقفولة لحد الصبح. وتقوم الصبح توصل كاوتشك وتحط ميتك وتدور عربيتك عادي وتغير زيت. هاي الكاوتشة دي هتتفك من هنا، تحط فيها الماية الدواء يعني، وتركب فوق. يبقى انت قفلت دي في دي، بس بالكاوتشة الطويلة عشان الكاوتشة دي قصيرة. هتشيلها خالص دي، تركنها على جنب. لو في اي حاجة مش واضحة برن عليها بالتليفون وانا اوصل لك المعلومة.